هذا واختتم منتدى حوار المنام اليوم، واختتم دورته 11 والذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين. واستمرت أعمال المنتدى على مدى يومين بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في الشؤون الدولية السياسية والأمنية. المشاركون في حوار المنامة أكدوا على الدور الرائد الذي تقوم به مملكة البحرين في استضافة مثل هذه المنتديات التي تسهم في تبادل الأفكار والتجارب والأراء بشأن مختلف القضايا والمواضيع المهمة ذات التأثير الدولي بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. هذا واكتسب حوار المنامة في دورته الحالية أهمية بالغة نظرا للظروف والمستجدات التي تعصف بالمنطقة، إضافة إلى الإرهاب والممارسات الناتجة عن الفكر المتطرف. إطناب في حجم المناقشات التي دارت خلال اليوم الثالث والأخير لقمة الأمن الإقليمي 11، فحوار المنامة لم يبخل في الإتيان على سرد كل شاردة وواردة من القضايا التي يجمع العالم على أهميتها وتداولها بالشكل الوافي، ليتم بعد ذلك إيجاد الصيغة الأنسب لتسويتها ضمن أطر محددة يجمع عليها أصحاب القرار. قيمة حوار المنامة إنه أثار هذه الموضوع على أعلى مستوى، وتمت مناقشة كل الموضوعات، ما حدش ادى حل، هم ادوا مقترحات، فلابد تحديد عاوز نتحدث عن ايه. لو قدنا الموضوع السوري مثلا نجد ان فتح الموضوع والتوجهات العامة كلها تتفق مع ما نراه الان، ان حصل اجتماع في فيينا، الاجتماع في فيينا بيؤيد الصيغة اللي انا اعتقد صيغة متوازنة جدا وفيها عمق بتاعة جنيف واحد التي تقضي بان تبدأ مرحلة تغيير، يعني النظام الحكم بصفة عامة، مش بتكلمش على فرد، نظام الحكم بصفة عامة بعد 45 سنة يحتاج إلى تغيير، وأن هذا التغيير يتم عن طريق هيئة انتقالية لها صلاحيات كاملة تستطيع أن تتخذ القرارات بالتفاهم بين جميع طوائف الشعب السوري بما فيها النظام وما فيها المعارضة. مستقبل اليمن، ناهيك عن الموقف الدفاعي لدول مجلس التعاون والقوى الخارجية، واقترابا من الضرورة الملحة في تثبيت الاستقرار داخل أركان الدول الضعيفة، عناوين لجلسات واصل فيها المشاركون طرح أفكارهم المتعلقة التي تتواءم ومعطيات المرحلة الآنية التي تتطلب تحركا سريعا ينهي حالة اللا استقرار التي تحط بظلالها على العديد من دول الجوار. هناك في توافق دولي ينسجم مع توافق إقليمي على أهمية التفاهمات والتسويات السياسية في ترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة، ولا شك في أن وحدة الموقف الخليجي مهم جدا في تجنيب المنطقة أي تغيير في ملامحها. موقف تركيا واضح، وهو الوقوف مع حلفائها في وجه الإرهاب الذي ينهج جسد المنطقة العربية على وجه الخصوص. هنا في حوار المنامة لم نبخل في طرح ما أمكن من الأفكار التي من الممكن أن تنهي حالة عدم الاستقرار في المستقبل القريب. صبغة سياسية بحتة هي الصبغة التي اتسم بها حوار المنامة في نسخته الحالية، تماشيا مع المحيط الملتهب الذي صدر للمشهد السياسي سخونة لا زال حر لهيبها يزيد من ألم المنطقة. الاستدلال على وصفة تخفف من حدة النشاط المستمر لعلل تستهدف معالجة القضايا الراهنة لن يتم إلا إذا استرشد بخارطة طريق تضع يدها الكاملة على مكامن الحل الجذري، فالسبيل نحو الوجهة المرادة واضح، ولكن ضباب التطرف والصراعات يحول دون الوصول إلى الهدف من أقصر الطرق. وحوار المنامة كمنتدى إقليمي يعكف على إيجاد تحويلات سياسية بلغة الأقرب إلى المضمون. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.
لم يتوقف الحوار بين المشاركين في حوار المنامة عند انتهاء اليوم الأول، لكن كان للحوار بقية في جلساته في يومه الثاني. فالمشاركون أكدوا على نجاح حلقات النقاش بالأمس، والتي طرحت مواضيع هامة تتعلق بالأزمات الراهنة في الشرق الأوسط، ليستمر النقاش اليوم وأيضا في مواضيع ذات أهمية خاصة تعلقت باللاجئين والإرهاب والإسلام السياسي، ليخرجوا بتوافقات مهمة. يعني نقاش علمي وموضوعي وهادئ، وأوصل إلى استنتاجات محددة، كل واحد أبدأ وجهة نظره، ولكن واضح أنه في تماسك عربي ودولي وإقليمي بمواجهة الإرهاب، وأنه هذا التماسك يؤدي إلى مزيد من القدرة على المواجهة. نحن نسعى في كل الاتجاهات إلى الحصول على تبرعات، وإلى الحصول على دعم الدول المانحة لتحسين أوضاع اللاجئين وتحسين أوضاع البنية التحتية للبنان الذي يتحمل ربع سكانه الآن من اللاجئين السوريين. أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ سوريين يعانون من البؤس والتشريد. اليوم سلطنا الضوء على هذه المسألة من ناحية إنسانية، ويجب على المجتمع الدولي إن لم يتحرك للأسف سياسيا لوقف هذا النزيف، لابد أن يتحرك كذلك من تلقاء نفسه لمساعدته إنسانيا وإغاثته وتعليم أطفاله. الآن القضية من وجهة نظري تختلف، هناك من يستخدم الإسلام السياسي استخدامات لمصلحته. الإسلام أنا في وجهة نظري بريء من الاستخدام السيء للإسلام السياسي، ونحن نترك للغرب أن يرسم صورة للإسلام السياسي ليست حقيقية. ومن يستخدم الإرهاب أو العنف باسم الإسلام فهو ليس منا. ما حققه حوار المنامة من نجاح كان على كافة المستويات، سواء من خلال المشاركة الدولية أو حتى في اختيار الموضوعات التي تمت مناقشتها، أو حتى في اختيار الوقت المناسب للحوار، وهذا بالطبع ما أكد عليه المشاركون. كما وصفه المشاركون بأن حوار المنامة هو المفتاح الدبلوماسي لأبواب ما زالت موصدة أمام الحل السياسي، لكنه أكد من خلال رؤيته أن تغيير الفكر وآلياته هو ما يحتاجه العالم لا مزيدا من التصعيد. سهير عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحر.